26 أسيرا فلسطينيا عانقوا الحرية بعد أن قضى كل منهم أكثر من عقدين من عمره في سجون الاحتلال، نالوا حريتهم والتي من المفترض أن ينالوها قبل 20 عاما. كلهم بكفي 30 سنة أو 20 سنة أو 10 سنين، يعني الأسرى بيستحقوا حرية، الأسرى ضحوا بحياتهم لأجلنا فبيستحقوا أن احنا نحقق لهم حريتهم، وإن شاء الله قريبا بيطلعوا وبيعيشوا زيهم زي باقي شعوب العالم بالحرية. احتفال شعبي مهيب شهدتها مدينة رام الله المحتلة حتى ساعات الفجر الأولى لاستقبال الأسرى بالرقص والغناء والزغاريد التي لم تنقطع لخمس ساعات متواصلة من الانتظار. شعورين يخليك تدعى الدنيا اليوم جديد، يعني شعور جديد مبسوط، وهذا فرحة زمان أنا مستنى فيها، أنا 29 سنة مستنى فيها. بقول إن شاء الله يا علي لعمات الأسرى، بقول إن شاء الله لا يفرج على أولادهم جميعا ويبسطهم زي ما انبسطنا ويفرحن في أولادهم زي ما فرحنا وريحهم من طريق السجون ومن معناتها. غالبية الأسرى الذين أطلق سراحهم قضوا من 19 عاما إلى 28 عاما في سجون الاحتلال ونفذوا عمليات مقاومة قبل اتفاقية أوسلو. شعوري سعيد جدا بهذا الالتفاف الجماهيري، بهذا الالتفاف الشعبي، هذا الشعب العظيم الذي احتضننا على مدار 21 عاما، أنا وربما احتضن الآخرين اللي أمضوا أكثر مني أيضا بتسع سنوات من اللي تحرروا معي اليوم. 26 أسيرا من أسران الأبطال الذين تخلت عنهم سلطة أوسلو بعد أن قضوا 20 عاما إضافية في سجون الاحتلال يعانقون الحرية هذه الليلة، فيما قلوبهم تنتظر حرية رفاقهم وإخوانهم القابعين في سجون الاحتلال. أسرى القدس والداخل من أهم مرتكزات المشروع الوطني الفلسطيني الأساسي، تم استثناؤهم من دفعة الأسرى المفرج عنهم. في أوسلو هناك تم التخلي من قبل المفاوض الفلسطيني عن هؤلاء الأسرى، فتنازلوا طواعية عن تمثيلهم على اعتبار أن الطرف الإسرائيلي ضغط عليهم بأن أسرى الداخل يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا وأسرى القدس يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء، وبالتالي هذا التخلي غير مبرر وغير مقبول، فالأسرى الفلسطينيون هم من الداخل ومن القدس، هم جزء أساسي وصميمي من حركتنا الوطنية ومن حركتنا الاعتقالية، وبالتالي هذا شيء خطير أن يتم التنازل عن أسرى القدس والـ48، لا يجوز القبول به بالمطلق. هذا وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لن يؤثر على الأمن، فالتنسيق الأمني بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية تقول الصحيفة في أفضل حالاته. التنسيق الأمني هو ثمن بقاء هذه السلطة، السلطة بدون تنسيق أمني لا يمكن أن تبقى، هي مشروطة في سببين وجودها، التنسيق الأمني والمفاوضات. المفاوضات هي ثمن بقاء السلطة والتنسيق الأمني هو شرط لاحق لذلك، لذلك لا يمكن أن تكون هناك سلطة بدون هذين الشيئين، ونحن هذا الحكي نلاحظه ونراه على الأرض. أخرجوا 26 أسير، بالأمس أخذوا 30 أسير مسبقا، ماذا يعني ذلك؟ الفلسطينيون شددوا على أن الإفراج عن الأسرى هو إنجاز فلسطيني مهم، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة العمل لإخراج كافة الأسرى من سجون الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة. صفقة ممتازة أختي، لكن الصح أنها تكون يعني صفقة واسعة وشامل أكثر من هذا، تطلع وتفرج عن في الستينات، في ناس من الستينات والسبعينات والثمانينات، خلينا نقول الصح أن يكون الناس زي هذه تشملهم وتشمل عرب الداخل وبرضه أبناء القدس يعني بالتحديد، لأن مغيبين عن الصورة في الإفراجات. إحنا المواطنين العاديين اللي برا السجون فينا نحررهم بالكلمة وفي الرأي وفي الإعلام، ولكن بتمنى وأسف أني أحكيها، بتمنى أني أشوف مظاهرة أو بتمنى أشوف وحدة صف من الخارج تضامنا مع هدول الأسرى، إنما هي فقط إعلاميا لمدة 15 دقائق مظاهرات، وبعدين ما هم حاسين بالظلم اللي واقع في الداخل. أنا مخنوق عشانهم، أنا يومياً بعمل هاي القضايا بالشارع توصلهم رسائل للناس اللي جوا إنه في ناس معكم قلباً وقالباً، ولكن السياسة العليا للأسف الشديد مش معهم. صفقة الأسرى يعني مبينة دائماً، كل ما يعملوا صفقة أسرى بيطلعوا ثاني يوم بلموا بدالهم أكثر منهم حتى. هكذا بدأ المشهد يوم الأربعاء صباحاً في بيت الأسيرين المحررين رافع كراجي ومحمد ناصر، حيث أمضوا ليلتهم في أحضان عائلاتهم للمرة الأولى بعد ربع قرن في سجون الاحتلال.
أول شيء بوجه رسالتي لشعبنا، هذا الشعب الوفي الأصيل، إحنا بنشكره لأنه ساعدنا في صمودنا، ساعدنا في مواجهة ظروفنا الصعبة والقاسية في جميع محطات أسرنا الطويلة. هذا الشعب لابد من شكره أولا وقبل كل الرؤساء وكل الناس. نقول للعالم جميعا أن لا استقرار ولا أمن ولا يمكن أن يوجد سلم وأمن عالميان إلا بحل القضية الوطنية الفلسطينية. وهكذا تبقى قضية الأسرى قضية لا تريد القيادة الفلسطينية ولا الحكومات العربية والغربية مواجهتها وتبييض سجون الاحتلال، لأن الأسير الفلسطيني وفق منظور هؤلاء هو تشييد للإزعاج الأعظم المتمثل في استمرار المقاومة. لارا الخالدي للتلفزيون وطن من أمام منزل الأسير المحرر محمد ناصر، رام الله المحتلة.